جديد في فير بلاي متواصلين حتى للخمسة متاع العشية. نحكي توا عن النادي الإفريقي، والبارح تمت ندوة صحفية للإعلان عن تكوين جمعية جديدة في نادي باب جديد، اللي هي جمعية التحالف من أجل النادي الإفريقي. وعنا السيد الدكتور محسن طرابلسي، خلينا نقول عرفناه كطبيب في النادي الإفريقي، لكن اليوم يطل علينا من بلاصة أخرى. نحاول نكشفوها مع الدكتور محسن طرابلسي وناخذ اهم التفاصيل على الجمعيه هذه. سي محسن، اهلا بك. اهلا بكم وعلى الساده المستمعين باذاعه. مانيش غلط، بدلت الكاسكيت شويه. لا مش بدلت الكاسكيت، هو ديما احنا الكاسكيت نتاعنا هي تبقينا. اليوم الظروف حتمت علينا باش نداويو النادي الافريقي. باهي، نحكيو شوية على الجمعية. سي محسن، اللي بارح ظهر لي كانت الندوة الصحفية، وكان تحكي لنا تعرف لنا أكثر بالجمعية هذه وشنو الأهداف نتاعها. تعرف اللي النادي الإفريقي اليوم يعيش صعوبات مالية، تراكم تاع سنين، راهو مش نتاع اليوم ولا البارح. عندنا اللي عايش الأزمة هذه من اللي بديت مع النادي الإفريقي، بين الأزمة هذه موجودة المالية وتراكمت وتفاقمت لين ولات صعبت على المسير. وقت يجي المسير باش يشد النادي الافريقي يلقى قدامه جبل، يعني وليت هك شفت في تجاذبات وناس تحب تغير النادي الافريقي. واليوم شفنا قداش نقولوا هي مجموعه باش تتقدم لرئاسه النادي الافريقي، ومن بعد تعرف المجموعه هذيك ما تلقاش الحلول، لان صعبت على النادي الافريقي، وليت الامر صعيب برشا، لان ما تنجمش الاداره تتغير وما فماش مال، ما فهماش موارد مالية للنادي الإفريقي قارة. اليوم كمجموعة من محبي النادي الإفريقي ومن المثقفين فكرنا مليح ماليا في الموضوع، وقلنا يلزمنا هذه ولات دوامة، يعني ما فهماش المال، ما عادش تلقى المسؤول، وإذا المسؤول توجد ما تلقاش المال، يعني تخلى في دوامة. يلزمنا نخرج من الدوامة هذه، خاصة احنا على أبواب المئوية. وفكرنا مليح، قلنا اليوم يلزم من الجمع المال يقعد في شيرة والإدارة في شيرة، يعني ما يلزمناش نخلطوا ما بين الأشياء. هذاك علاش المجموعة هذه عملنا احنا جمعية سميناها التحالف لأجل النادي الإفريقي، وقلنا التحالف هذه يعني يلزم فيه الاتحاد والالتزام، ما نجموش احنا وحدنا باش نمنعوا الجمعية، يلزم نتحالف الكل كأحباء نادي الإفريقي من تونس، من خارج تونس، من كبير من صغير، يلزمنا أن تكونوا مجموعة واحدة متكاملة باش نجموا خرجوا نادي الإفريقي من الأزمة هذه. وبمناسبة المئوية تكونت الجمعية هذه وخذت التأشيرة متاعها وبدينا نشتغلوا، وأول ندوة صحفية عملناها البارح، وإن شاء الله تجي بعد ندوات صحفية أخرى. والبارح بدينا نخدموا يعني، وإن شاء الله الجماهير تلتف حولنا وتفهم المبتغى متاعنا، هو يعني كما تقول اخراج النادي الافريقي من عنق الزجاجه. لان اليوم عاش نجمو نصبروا، اذا اليوم هاك تشوف الجماهير اليوم تستنى في العصفور النادر باش يجيب المليارات للنادي الافريقي. ولو شفنا احنا وقت صارت الازمه مع الفيفا، العصفور النادر هو الشعب النادي الافريقي، شفنا 6 مليارات يعني في ظرف شهرين لمهم الشعب هذا. اليوم يلزم يقع تأثير الجمهور هذي، شفنا اللي الحساب الجاري للنادي في مشاكل، لأن فمن تشاكل بالنادي الإفريقي من جمش يعني يصب الفلوس في الحساب الجاري هذا. شفنا كذلك اللي الجامعة يعني نشكرها لأن حلت لنا مشكلة مع الفيفا، ولكن ما تنجمش هي تكون مقام النادي الإفريقي، لأن هي مش مسؤولة كان عن النادي الإفريقي فقط، عندها جمعيات أخرى تقوم بهم. واحنا في الإطار هذي خممنا، قلنا باش ما يقعدش النادي الإفريقي في المأزق هذي اللي موجود فيه اليوم، احنا كجمعية سميناها جمعية التحالف، هي هذي مفتوحة لكل أحباء النادي الإفريقي، اللي غيروا عن النادي الإفريقي يلزم يدعموها الجمعية هذي، لأن هذي أنا نراها باش تكون هي مش الحل الكامل، على الأقل باش تساهم في إخراج النادي من المأزق اللي موجود فيه، مع أن حتى طموحات إدارية. احنا باش ندعموا مؤسسة النادي الإفريقي، باش ندعموا كل رئيس باش يجي في النادي الافريقي مهما يكون اسمه، احنا لان لهنا هو النادي الافريقي المهدد، ماهوش رئيس مهدد، هو النادي الافريقي. وان شاء الله اذا المجموعه هذه باش تشتغل، مش كان توا برك احنا كونناها، قلنا من الاول باش نتلهاو بالبنيه التحتيه، لان ما عادش تكون البنيه التحتيه تتمشى مع مقام النادي الافريقي،
في القرن توا 2021 ما عادش تتمشى معاه، يلزم البنية التحتية تتغير، يلزم النادي الافريقي يرجع المجد، باش يرجع المجد نتاعو يلزم تضافر كل الجهود، وان شاء الله بدينا احنا في بناء نادي افريقي جديد، ان شاء الله الجماهير الكل تلتف حولنا تعطينا الثقه، لان احنا باش تكون عندنا شفافيه تامه مصداقيه باش تكون موجوده باش نرجعوها مع الجماهير العريضه للنادي الافريقي، وان شاء الله ربي يوفقنا، لازمهم يسبقوا الخير في الجمعيه هذه، على الاقل اذا انسان ماهيش عجبته الخدمه نتاع الجمعيات، لكن اليوم عندنا حتى حل. ريتو انا عندي اليوم 20 سنة في النادي الافريقي كطبيب و30 سنة أكثر وكمحب، يلزم لقينا الحل الوحيد هو باش نخرجوا النادي الافريقي من المأزق هذي من الدوامة اللي يدور فيها، التحالف هذي نجم يكون هو بداية الحل. باهي سي محسن، أنا اليوم كمحب للنادي الافريقي شنو اللي يخليني نمشي نصب فلوس في الكونت بتاع الجمعية وما نصبش فلوس مثلا في الكونت بتاع النادي الافريقي معناه؟ لا هو واضح اليوم النادي الافريقي مثل ما حد باش يقول ما تصبوش، لكن اليوم عليهم عقله، علاش مشينا احنا الجماهير مشيت للحساب الجاري عملته الجامعه خاطر فما ناس شيكه من دون الفيفا، فما ناس مثلا فما فنادق، فما ناس الفلوس اللي تهبط تساع اليوم يمشي كل يعني كل تحويل للحساب الجاري اللي ويقع عليه عقلة، يعني ما نجموش اليوم باش نجمو نحكموا في يعني مش باش نحكموا احنا، اما باش نحلوا مشاكل النادي الافريقي وما يعرفش المحب الفلوس هذه وين باش تمشي. باهي سي محسن، فما اليوم جمعية التحالف من اجل النادي الافريقي، فما سوسيوس النادي الافريقي في فرنسا، فما لي كلوبيست، علاش تفكيك الجهود ما يكونش هيك الواحد يضم الحاجات هذوما الكل؟ هي احنا ما عندنا حتى يعني مشكله باش توجد السوسيوس ولا اللي هو اللي اليوم اللي باش يخدم النادي الافريقي يلزم الجماهير تلتف حوله، احنا اليوم بدينا نخدمه سوسيوس قداش لها ما نعرفش انا بدات تخدم، يعني هل وجدت الحلول للنادي الافريقي في الازمه هذه ولا لا، احنا باش نحاولوا يجيو معانا واحنا معاهم الكل يلزم الجهود الكل، احنا ما عندنا حتى احتفاظ على جمعيه ولا اللي هو فهمني، كلهم يلزم نخدموا من اجل النادي الافريقي، انا قلت لك اللي المحب اللي راه الجمعيه اللي هو مرتاح فيها ينجم هو يعاونها، يعني ما عندنا حتى تضارب مصالح، هو الكلنا المبتقى الوحيد هو انقاذ النادي الافريقي. شكون فيها اليوم الجمعيه سي محسن؟ لا الجمعيه شفت البارح قدمنا الاشخاص اللي فيها ناس يعني من ناحيه العلميه يعني مثقفين مليح، ناس عندهم شهادات عليا، وناس عندهم يعني ولائهم للنادي الافريقي كمحبين كبار، وعندنا لاعبين وعندنا الكل يعني موجود كما فاتن غطاس كما مدام الفاصون معروفه، سي نبيل العجيمي كان قبل هو امين المال مع سي فريد عباس ومع سي شريف بلامين، يعني خدم برشا في النادي الافريقي، سي منظر زيد خدم في مركب الشبان للنادي الافريقي، سي منصف الشريف كمدرب في الكره وكاستاذ في الجامعه، يعني كل هذه مخال موجوده، سي كريم التوزري يعني هو عقيد متقاعد في اللي فورس سبيسيال ميليتير، موجودين يعني عدة أشخاص موجودة، سي أسين برشبة هو البورت بارول متاعنا وأستاذ في القانون ومحامي، نادية كيف الشواشي هي محامية، تلياس هو كما تعرفوا ليه بالديركتور بتاع جلوبال، وهو البارح اللي قال نظم ونشكره بالمناسبة على النظام يعني تنظيم الندوة الصحفية، شفتوا الندوة كان في مستوى النادي الإفريقي، اليوم يلزمنا تضافر الجهود باش نخرجوا النادي الافريقي من المأزق اللي موجود فيه، يعني ما عندنا حتى نيه نتاع انسان يعني مصالح شخصيه، الناس الكل اللي يحب السوسيوس تجي معانا واحنا معاهم الكل مع بعضنا يد واحده باش نخرجوا النادي الافريقي من المأزق هذا. نكمل معاك سي محسن، اليوم تعرف التونسي عنده ازمه ثقه ومحب النادي الافريقي ايضا عنده ازمه ثقه، وتعرف انت شنو صار الهيئه التسييريه في موضوع الاس ام اس سينك، شنو عملتوا انتم نكمل لك سي محسن السؤال وبعد جاوبني، شنو عملتوا انتم كجمعيه من اجل ضمان الشفافيه في النقطه هذه؟ الشفافيه اولا اليوم اول حاجه باش نقولها لك، انت تعرف تنظيم ندوه صحفيه في الموفنبيك احنا حبيناها في حديقه الرياضه لكن البنيه التحتيه ما تسمحش باش نقوموا غاديكا، تعرف انت عملناها احنا في الموفنبيك لان تعرف احنا تو مازلنا في وقت الكوفيد ويلزم التباعد يعني الاشخاص الكل، عملناها في بقعه ليق باش ما نعرضوش الناس للخطر، يعني تكلفت لنا
والكلفة تحملوها الأعضاء وماهيش باش تجي من الحساب الجاري نتاع الجمعية، لأن الجمعية ذيك باش تكون مأمنة على المال اللي باش يكون نتاع المحبين. واليوم هذيك أول حاجة نتاع عنوان بداية الشفافية. ثاني حاجة عندنا احنا مدقق حسابات اكسبير كونتابل من نهار الأولاني موجود. ثالث حاجة احنا اليوم باش نعملوا التصريح بالممتلكات، وزيد عندنا بوابة رقمية باش تكون على ذمة المحبين الكل اللي عنده فرانكي باش يتبع وين مشى. هذه اهم نقطة معناها. اي هذه نقطة مهمة اكثر من هذه ما نجمش نقول. اذا مش عطيونا زادها فينا ثقة كمحبين، ويعرفوا كدكتور ترابيسي عندي 20 سنة توا في النادي الافريقي، اذا ساعتها يا خيبة المسعى، يعني النادي الافريقي ما عادش باش يلقى حلول. اليوم هاك شفت انت الانتخابات وين وصلنا. اذا اليوم احنا عندنا نية صادقة باش نمنعوا النادي الافريقي، يلزمنا الجماهير تلتف معانا ونشدوا يعني دروا اوبيس، نشدوا ثنية مع بعضنا باش نقضوا النادي بمناسبة المئوية. يعني ما وانا نأكد لكم كل حاجة باش تقع في الجمعية هذية الا وكل المحبين يكونوا على بينة في الحكاية هذه. واضح. نخليك في الاخر، كان عندك مساج للجمهور النادي الافريقي سي محسن، والا حتى بعد اللي صار البارح في الجلسه العامه، ما تقدم حتى لرجال النادي الافريقي بصفه عامه. معناها لرجال النادي الافريقي نقول لهم راي النادي الافريقي ديما فيه رجال، والشعب النادي الافريقي ما يملش، وورانا اللي في الاتخاذ كيفاش كان التكاتف موجود باش منعنا من الفيفا المره الاولى، وان شاء الله نزيدوا نمنعوا من الفيفا المره الثانيه. وشفنا كيفاش اخر 90 دقيقة، شفنا الانخراطات كيفاش وصلنا رقم قياسي. ديما يبقى النادي الافريقي نتاع المعجزات نتاع الدقيقة 90، وانا اليوم بمناسبة المئوية ندعو الالتفاف نتاع الشعب النادي الافريقي حول الجمعية هذية اللي النوايا نتاعها صادقة، يدعمونا. ونأكد لك النجم نخرجوا إذا فما الإرادة من الجماهير الكل، النجم نخرجوا من الأزمة هذه في أقرب الأجيال، ماهيش باش تطوال. وإحنا باش نقعد الجمعية هذه في خدمة النادي، يمكن توا نحلوا المشاكل، ولكن بعد إن شاء الله إذا وصلنا عندنا أكثر مشتركين في الجمعية هذه، يعني نغيروا البنية التحتية والنادي الإفريقي يعني يرجع للساحة الكروية حاليا وقاريا إن شاء الله. تك الصحة دكتور، شكرا لك. وشكرا وبالسلامة. يعطيك الصحة دونك دكتور محسن ترابلسي على كل هذه التفاصيل مدينة بها من في عحاول جمعية التحالف من أجل النادي الإفريقي. فاصل الموسيقى وبعد مواصلين في فاب.